هنبتدي جولتنا من الصحف العالمية مع صحيفة مارك الإسبانية، واللي ركزت على مباراة ريال مدريد وبلد الوليد. وقالت صحيفة مارك الإسبانية، فينيسيوس في المقدمة يواجه مدريد المعارك الحاسمة بقيادة البرازيلي، ستكون بروفا ضد بلد الوليد الذي في حاجة للنقاط من أجل مباراة الكأس. لسه مع الصحف الإسبانية، ونروح لصحيفة موند ديبرديفو اللي ركزت على أنسو 15 في إشارة إلى عودة أنسو فاتي للتهديف مع برشلونة بعد الفوز الكاسح على ألاتشي برباعية نظيفة في الجولة 27 من الليجا، وزيادة الفارق مع ريال مدريد في الصدارة بفارق 15 نقطة. نروح للصحف الإيطالية ديلي ستار البريطانية اللي ركزت على فوز مانشستر سيتي على ليفربول برباعية مقابل هدف، وتغلب أرسنال على ليدز يونايتد بنفس النتيجة، قائلة أن صراع الثنائي في القمة، وغارديولا يشيد بفريقه ولكن خيسوس يبقى المدفعجية في الصدر. نروح لصحيفة كوري ديلو سبورت الإيطالية واللي كتبت لقد عادوا، الدوري يبدأ بحرارة، والليلة مواجهة ما بين نابولي وميلان ويوفنتوس يهدم فيرونا، وكتبت أيضا هبوط إنتر والخسارة العاشرة أمام فورنتينا.